نبلش يلا اكشن اوكي كاش كاش اخبط كاش مع النبان توديكم من مكان الى مكان كاش كاش اخبط كاش مع النبان توديكم من مكان الى مكان طول رمضان كل اللغات من مدينه لمدينه بعد الفطور طول رمضان تابعونا وشاهدونا على الراي يلا يا النبان فوزوا ترى الكل يستاهل حاضر والجوائز كاش والغلطان ام ربحان ربحان كاش كاش اخبط كاش مع النبهان بيوديكم من مكان لمكان عاوز بالجنيه اكسب كاش you want بالباوند get your cash تبي بالدينار اخبط كاش كاش مع النبهان رحب فيكم مشاهدينا الكرام وحلقة من حلقات برنامجكم برنامج المسابقات كاش مع النبهان أجوانا أجواء المسابقات أجواء المعلومات في هذا الشهر الفضيل واليوم طبعا ويانا مجموعة من المعلومات اللي نتمنى كل من يشاهدنا عبر شاشة تلفزيون الراي يستفيد من هذه المعلومات اللي نقدمها في هذا البرنامج نروح معاكم وأجوانا في كاش مع النبهان كاش اخبط كاش مع النبهان بيوديكم من مكان لمكان عاوز بالجنيه اكسب كاش you want بالباوند get your cash تبي بالدينار اخبط كاش كاش مع النبهان مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام واجوانا في برنامجكم كاش مع النبهان ومعنا هالعائله اول شيء نتعقم نشكر هايجين كل الشكر لهم شركه وينرز العالميه مساء الخير مساء النور يا هلا وانت بخير شخباركم تمام شلونك شخبارك يقولون التابعين البرنامج زين ها كل يوم كل يوم ورا الفطور حلو حاضر الاغنيه بعد يقولون تغنين يلا بنسمع يلا انا بمسك لك المايك غني كاش كاش اقبض كاش مع النبهان بيوديكم من مكان لمكان طول رمضان من مدينه لمدينه بعد الفطور سلام. طول رمضان شاهدونا تابعونا على الراي سلام الله يلا الله يا النبهان فوزهم ترى الكل يستاهل حلو الله يعطيك العافيه مشكوره مشكوره شلون معلوماتك؟ زينه زينه؟ متابعين كل يوم خلاص صار عندك معلومات وايد صح؟ يلا نعطي ل 120 وهني يلا تفضلي هذه 120 دينار نشكر كل سبونسراتنا في كاش مع النبهان نختار واحد اثنين ثلاثة من اللي اختار؟ ها واحد اثنين ثلاثة واحد الأولى حلو السؤال الأول يقول سؤال سهل حلو السؤال يقول متى تأسس مجلس التعاون الخليجي؟ متى تأسس مجلس التعاون الخليجي؟ 1951 1981 1991 شو تقولين انت؟ ها نسمع شو تتوقعين؟ 1981 81 ها وياها ولا تقولين اجابه ثانيه؟ وياها قولي كاش 81 كاش 81 قولي كاش اقوى كاش 81 كاش 81 صح ولا غلط شو تتوقعين؟ ها اخذ العشرين ولا خليهم؟ ها يلا قولي كاش 81 كاش 81 صح 81 1981 تأسس مجلس التعاون الخليجي حلو هذه اول 20 زين السؤال الثاني يقول كم سنة دامت حرب البسوس؟ كم سنة دامت حرب البسوس؟ سامع بهالحرب هذه؟ انزين يلا اختيارات ولا لا اختيارات حلو 30 عام 40 عام 70 عام 30 40 70 30 ها خلنا نسمع هني اعطيها المايك خلي تفكر 30 انت تقولين 30 انت ايش تقولين 30 ما في انت وياها اي ما تفكرين اجابه ثانيه لا مفكرة 30 انتي مفكرة قبلها انتي إيه؟ علمتيها اي إيه زين انتي اللي قلتي لها قولي 30 صح؟ اكيد ما تغيرين لا 20 قولي 30 كاش كاش 30 قولي غلط 30 30 غلط غلط اعطيني 20 لاني 40 40 عام ما عليك
السؤال الثالث يقول تشوفين رسوم متحركة؟ أي. شنو رسوم أكثر رسوم تحبينها؟ كارتون نتورك. كارتون نتورك. أوكي. يقول السؤال: من مخترع شخصية توم جيري؟ توم وجيري هذا هي يمكن ما شافته. شايفة توم وجيري؟ حلو. ويليام هانا، هانز برجر، ولا ديشان؟ ويليام هانا ولا هانز برجر ولا ديشان؟ خلنا نسمع شو تقول لويا. ويليام هانا. ها انت ويليام، انت اللي قلت لا ويليام هانا، انت معلمتها. يلا قولي ويليام هانا. ويليام هانا. كاش. والمعلومة صح، متأكدة ما تغيرين؟ قولي كاش ويليام. كاش ويليام صح. ويليام هانا هو مخترع شخصية توم وجيري. أوكي حلو. مسافرين رايحين أوروبا؟ إيه. أنت رايحة أوروبا ولا لا؟ أنا مو مسافرة ولا دولة. مو رايحة أوروبا، مو رايحة. لا. بس خليج. ها؟ إيه. أوكي زين. سؤال يقول: ما هي عاصمة إيرلندا الشمالية؟ إيرلندا فيها اثنين، واحدة جنوبية واحدة شمالية. الشمالية تابعة إلى المملكة المتحدة البريطانية، والجنوبية منفصلة وتابعة حق الاتحاد الأوروبي. ما هي عاصمة إيرلندا الشمالية؟ شنو؟ بلفاست. شنو؟ بلفاست. أعطيها المايك. بلفاست. بلفاست. حلو. أنت شو تقولين؟ بلفاست. بلفاست. رأينا واحد. واثقة من هالمعلومة. قولي كاش بلفاست. أنت قولي. كاش بلفاست. قولي أكيد. أكيد. قولي راح ناخذ 60 دينار. راح ناخذ 60 دينار. صح. بلفاست هي عاصمة إيرلندا الشمالية. حلو. كذي زين. الحين كم وياكم؟ 100. زين ولا تبون بعد؟ لا زين. ما تبون بعد؟ بلا. يلا اوكي. طبعا غرب الخليج العقارية كل الشكر لهم. سيد هاشم زلزلة مقدمين لك 40 دينار وهذه 100. كم صاروا؟ 140. عيادي زينة. ها؟ اي. انزين. سراي للعطور كل الشكر لهم مقدمين لكم هذه الهدية. عليكم بالعافية. سراي الحب. ايه اوه حلو. وهذا شو اسمه انت حافظ الجواز؟ شو اسمه هذا؟ 32 حق شنو؟ طب الاسنان. طب الاسنان. ترتيتوا لطب الاسنان كل شكر لهم مقدمين لكم كوبون ومجموعه من مستلزمات الاسنان. هذا شو اسمه؟ افييتر. افييتر. ماركه ملابس كويتيه كل الشكر لهم افييتر. وهذا شو اسمه؟ ماي. ماي. ماي بيرين. طبعا كل الشكر لهم مقدمين لكم ايضا هذا الكوبون. وبيضون. بيضون شنو؟ شنو داخل؟ ساعة؟ ساعة؟ نسائية أو رجالية؟ نسائية أو رجالية؟ مرات تكون نسائية، مرات تكون رجالية. عليكم بالعافية. وهذا شنو؟ هايجين. هايجين. معقمات هايجين كل الشكر لهم. هذا ثقيل خليكم يا تعد. وهذا دار العولمة للنشر والتوزيع. شنو هذا؟ كتب. تقرين ولا لا؟ إيه طبعًا. زينة شاطرة. إيه زين. شنو تقرين فيه؟ يعني تقرين بشنو؟ تاريخ ولا شنو؟ لا. انت شنو اذا كبرتي ايش راح تصيرين؟ دكتوره. ما شاء الله، الله يوفقك يا رب. ان شاء الله نعالج عندك بعدين. اوكي يلا. هاي دار العولمه كل الشكر لهم مقدمين لكم مجموعه من ابرز الكتب. وهذا شنو؟ عصير. عصير عكس السيف. تشربين عصير انت وامورك طيبه. خلاص اوكي. يعطيك العافيه. كل عام وانت بخير. وانت بخير. مشكوره. مع السلامه. ارباحوا معنا 140 دينار. مستمرين معاكم في كاش مع النبهان. كاش اخبر كاش مع النبهان، توديكم من مكان الى مكان طول رمضان. كل اللغات من مدينة لمدينة بعد الفطور طول رمضان. تابعونا وشاهدونا على اخوان. مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام واجوانا في برنامجكم كاش مع النبهان ومعنا الخوات. اول شيء نتعقم نشكر هايجين كل الشكر لهم، شركة وينرز العالمية. مساء الخير. مساء النور. كل عام وانتم بخير. اهلين وانتم بخير. اخباركم تمام؟ الحمد لله. يلا خلي الفلوس وين؟ هني. اديهم على السريع. 20 40 60 80 100 120. 120 جاهزين؟ جاهزين. نبي فوق بعد. اوكي جاهزين. يلا اختاروا من هالبطاقات بطاقة. 1 2 3. وين؟ واحد. واحد. شلون معلوماتكم؟ تمام. شنو؟
يعني بشكل عام. بشكل عام. أي. حلو. قول بسم الله. بسم الله. السؤال الأول يقول كم عدد السور القرآنية التي بدأت بسؤال في القرآن الكريم؟ كم عدد السور القرآنية التي بدأت بسؤال في القرآن الكريم؟ درسة. اختيارات؟ أي. حلو. 6 9 11 6 9 11 عطيها المايك بس خلنا نسمع شو تفكر فيه. شو تقول؟ بدأت بالسؤال؟ هي. 9 9 9 وانت؟ 6 6 اتفقوا. هي. ما يصير عاد ناخذ اجابتين. يلا اجابة واحدة. 6 ولا 9؟ بس فكروا بصوت عالي عشان المشاهدين يستفيدون. دارسة شريعة. انت هي دارسة شريعة؟ اي بس هذا السؤال صعب يعني على قولتهم احصائيات. 6 ولا 9؟ 6 اكيد ان شاء الله. قولي كاش 6 كاش 6 صح اكيد. انت شو تتوقعين؟ 6 مو 9 6 قولي كاش 6 كاش 6 صح. هو 6 مرات. مبروك عليك كاش. انزين يعني انت جبت الاجابه الصحيحه صح؟ إيه. لحين 20 دينار. اوكي. السؤال الثاني يقول شلونكم بالرياضه؟ يعني شو تشجعون بالكويت؟ العربي انا. عرباويه اوكي. إيه. وانت؟ اعطيها المايك. قدساويه. قدساويه. عرباويه وقدساويه. إيه. حلو. السؤال عن نادي الكويت. اوكي. حلو. السؤال يقول كم مره حصل نادي الكويت على لقب الدوري الكويتي لكرة القدم؟ علما ان اليوم طبعا مبارك حق نادي الكويت وجماهير الكويت. الكويت يتوج بلقب الدوري اليوم. اوكي. هذه واحدة. هذه واحدة. أيه. حلو. كم مرة حصل نادي الكويت الرياضي على لقب الدوري الكويتي لكرة القدم؟ اختيارات. اختيارات. حلو. 5 مرات. 17 مرة. 18 مرة. 5 مرات. 17 مرة. 18 مرة. والأخيرة طازجة اليوم يتتوج نادي الكويت. مبارك حق الكويت وجماهير نادي الكويت. ها. 18 مرة. أكيد. أي. قولي كاش. كاش. 18 مرة. 18 مرة. قولي حق اللي غششتك الله يسامحك. قولي لها. لأن هي. شكراً. 17 مرة. غلط عظيمة. 17 مرة حصل نادي الكويت على الدوري الممتاز كرة مو دائما الغزين. قلت 17. أنت ليش قلتي 18؟ قلت 17. لا قلتي 18. أوكي. يلا بالك. السؤال الثالث يقول سؤال سهل. أوكي. ماذا يسمى صغير الدب؟ ماذا يسمى صغير الدب؟ اختيارات ولا تعرفونه؟ اختيارات. الدغفل. الديسم. الخنوس. الدغفل. الديسم. الخنوس. خنوس. الخنوس. ها شنو؟ دغفل. الدغفل. اكيد. ايه. قولي كاش. الدغفل. كاش الدغفل. حلو. الديسم شنو؟ ديسم. والخنوس شنو؟ ما تعرفينه؟ لا والله. حلو. الخنوس هو صغير اكرمكم الله واكرم مشاهدينا الكرام الخنزير. اوكي. الدغفل هو صغير الفيل. الديسم هو صغير الدب. اذا اجابتكم شنو؟ اعطي 20. غلط. يلا ما علي. السؤال الاخير 60 دينار لازم تحلونه هذا. اوكي. حلو. سؤال يقول ما اسم مقر الرئاسه الكوري؟ كوري. الكوري. مقر الرئاسه الامريكي شو يسمونه؟ بيت الابيض. بيت الابيض. حلو. ما اسم مقر الرئاسه الكوري؟ خيارات. ما في اختيارات هذا ب 60. كوري. لازم دائما الواحد اذا قال قدامه معلومه يستفيد منها ويركبها. يلا. الامريكي شو اسمه؟ بيت الابيض. بيت الابيض. الكوري شو اسمه؟ يلا. يلا. البيت سكت. أيوة. البيت. ايوه. لون؟ الله اعلم. يلا. البيت. يلا. بيت الكوري يعني؟ بيت الكوري. لا. يصير مطعم كذي. بيت الرئاسة. يلا. واحد. بيت الأحمر. بيت الأحمر. قولي شيء ثاني يلا بساعدكم قريب. قولي شيء ثاني. أعطيها المايك. بيت. أنا بيت الكوري ببالي. بيت الكوري.
لا ها. بيت يلا شقولي بيت الأخضر. بيت الأخضر قولي كاش البيت الأخضر. كاش البيت الأخضر قولي غلط. غلط البيت الأزرق. ليش يعني بعد شلون بعد هو البيت الأزرق يغير اسمه حطينا 60 خلصوا فلوسنا بقى كم 20 ما خلصنا هم 40 من شركة غرب الخليج العقارية كل الشكر لهم سيد هاشم زلزلة شكرا وياكم الحين 60 راضين زين شركة سراي للعطور كل الشكر لهم عطورات سراي قدمي لكم هالهدية هذه عليكم بالعافية 32 لطب الأسنان أسنان وعيادة مميزة كوبون بقيمة 100 دينار ومجموعة من مستلزمات الأسنان أفياتر ماركة كويتية الملابس أيضا مقدمين لكم هالهدية وهذا عارفينه طبعا مياه بيرين تتصلون ووصلوا لكم إلى المنزل بيضون كل الشكر لبيضون ساعات إذا نسائية من صالحكم عادي إذا نسائية تهدون حق أحد عليكم بالعافية هايجين كل الشكر لهم تعرفون هايجين معقمات هايجين كل الشكر لهم هذا ثقيل بس دير بالكم ايوه شلونكم بالقراءه ايوه ممتاز تقرون اي انت اي بس معلوماتنا كانت شويه يلا معلي تقرون عشان تسيزل ان شاء الله دار العولمه كل الشكر لهم للنشر والتوزيع مقدمين لكم مجموعه من اميز الكتب واصداراتهم عصير عكس السير كل الشكر لهم مقدمين لكم هالكوبونات ايضا عليكم بالعافيه كل عام وانتم بخير حياكم الله يا هلا يا هلا اربحوا معنا 60 دينار مستمرين معاكم في كاش مع النبهان نطلع فاصل ونرد مع النبهان نطلع فاصل ونرد مع النبهان عدنا بعد الفاصل مع النبهان عدنا بعد الفاصل مع النبهان كاش خذ كاش مع النبهان بيوديكم من مكان لمكان عاوز بالجنيه اكسب كاش you want بالباوند get your cash تبي بالدينار اطلب كاش مستمرين معكم مشاهدينا الكرام وأجوانا في برنامجكم كاش مع النبهان ومعنا العائلة أول شيء نتعقم نشكر هايجين كل الشكر لهم شركة وينرز العالمية مساء الخير مساء النور كل عام وانت بخير انت بصحة وسلامة ان شاء الله تمام بخير جاهزين كنا جاهزين يلا تفضلك طب عندي 20 40 60 80 100 120 يلا ان شاء الله يلا كم ان شاء الله من نصيبكم قولوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يلا نختار احمد اي نختار من البطاقات بطاقه 1 2 3 اللي بالنص اللي بالنص خير الامور شنو اوسطها شو معلوماتكم ان شاء الله ان شاء الله شنو شنو رياضه هو عليه مش اسمه رياضه حلو قول بسم الله بسم الله حلو السؤال الاول يقول اين نزلت أول آيات القرآن الكريم أين أنزلت أول آيات القرآن الكريم في المدينة المنورة في غار حراء في الشام في غار حراء متأكد إن شاء الله بذل واحد صح غار حراء هو أول ما أنزل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أول آيات القرآن الكريم حلو هاي مالتك يلا العيال التقسيمه انا فريق اتحدى والنعم والله والنعم يلا السؤال الثاني يقول من مخترع آلة القانون من مخترع آلة القانون خيارات عمدة هايبك حلو بيتهوفن الفارابي جاك شوير الثالث نعم أكيد عماد حسبنا أكيد جاك شوير كاش مع النبهان متأكد 200 من 100 إن شاء الله ما راح تغير لا ما راح أغير بس تنين غلطان غلط تمام الفرابي صح الفرابي نعم قلنا يمكن تغير بس يلا ما عليه بعد قلت لكم غيروا عهود هذه يلا حقي عهود السؤال الثالث توزع الحلال كنا هذه على الحين من القائل إن أكرمت الكريمة لعمته ملك شهو وإن أكرمت اللئيمة تمرده منو قايل هذا البيت الشعري الجميل اختيارات امرؤ القيس بشار بن برد المتنبي
المتنبي. 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 زين. 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 صح. المتنبي هو من قال إن أكرمت الكريم شنو؟ ملكته. وإذا أكرمت اللئيم صار. تمرد. تمرد. صح. حلوين. السؤال الأخير. سؤال جدا سهل. إذا أخذتوه راح يصير ياخذ 100 دينار أو سؤال 60. ما في اختيارات. هذا ما أقدر أغششكم. سؤال طيب بس ما في اختيارات. سؤال يقول. ما اسم أنثى الفيل؟ ما اسم أنثى الفيل؟ ما في اختيارات هذا بستين. يلا. ما اسم أنثى الفيل؟ واحد، اثنين، ثلاثة. معلومات قديمة جديدة شيء. أربعة. فيلة. 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 لا مو فيلة. أنثى الفيل. ها ماكو. والله صعبة علينا. ما تبي تغششني؟ ما صعبة هذه. صعبة علينا هذه. هو شنو؟ شنو طلع؟ عيثوم. عيثوم هذا تحفظني من نبات المعرض. والله والله. أجل جم وياكم. مشعل 40 وهذه بعد 40 من شركة غرب الخليج العقارية السيد هاشم زلزلة. كل الشكر لهم. وياكم 8 راضين؟ راضين طلعنا. حلو. يكفينا شوفتكم. مشعل عماد عصام. يعطيك عيادي. أحمد وباقي المجموعة. الله يعطيكم العافية إن شاء الله. وأنتم بخير إن شاء الله. سراي للعطور كل الشكر لهم مقدمين لكم هذه الهدية. شكرا لسراي 32 لطب الأسنان كوبون بقيمة 100 دينار ومجموعة من مستلزمات الأسنان. أفييتر هذه ماركة ملابس كويتية مميزة. كل الشكر لأفييتر ومياه بيرين عارفينهم طبعا. نعم. كل الشكر لي بس عشان تشرب يوصلوا لك للبيت. أبد عليك بالعافية. بيضون كل الشكر لهم. ساعة نسائية ورجالية. إذا نسائية من نصيبك. نعم. وإذا رجالية من نصيبه. عليكم بألف عافية. هاي جين. أكيد رجال. هاي جين كل الشكر لهم. مقدمين لكم هالمجموعة. تعرفون هاي جين طبعا. نعم. هاي جين ثقيل. شوكم بالقراءة والكتب. أنا صوبي هذا. أحب أنا أقرأ معلومات عامة. كل شيء أقرأ. هو التاريخ. التاريخ والله قديم. حلو. بالتاريخ. الله يعطيكم العافية إن شاء الله. دار العولمة معطيكم أبرز يمكن تقريبا 5 كتب من إصداراتهم العالمية. شركة كويتية. عليكم ألف ألف عافية. بعد وأنتوا تقرون شو تسوون؟ تشربون عصير. نشرب عصير. عصير عكس السير. كل الشكر اللي مقدمين لكم كوبونين. ها يعني واحد لك واحد حقها بعد عشان مرتين. فريق واحد. إيه بس هاي تأخذوا. كل عام وأنتم بخير. كل عام. يعطيكم العافية. مشكورين. حياكم الله. حياكم الله. كل عام وأنتم بخير. بحر معنا. والله يحفظ الكويت إن شاء الله. بحر معنا 80 دينار. مستمرين معكم في كاش. مع النبهان. نطلع فاصل ونرد مع النبهان. نطلع فاصل ونرد مع النبهان. عدنا بعد الفاصل مع النبهان. عدنا بعد الفاصل مع النبهان. كاش فكاش مع النبهان. بيوديكم من مكان لمكان. عاوز بالجنيه اكسب كاش. You want the pound get your cash. وصلنا معاكم مشاهدينا الكرام لختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم كاش مع النبهان. مثل ما شفتوا أجواءنا أجواء المعلومات وأجواء الجوائز الكاش من العاصمة مول. دائما أقول لكم كاش مع النبهان. كل عام وانتم بخير. مع السلامة. كاش كاش اخبط كاش مع النبهان. بوديكم من مكان إلى مكان. كاش كاش اخبط كاش مع النبهان. بوديكم من مكان إلى مكان. طول رمضان كل اللغات من مدينة لمدينة. بعد الفطور طول رمضان تابعونا وشاهدونا على الراي. يلا يا النبهان فوزهم ترى الكل يستاهل. حافظ والجوائز كاش والغلطان ام ربحان. ربحان. كاش كاش اخفض كاش مع النبهان. بيوديكم من مكان لمكان. عاوز بالجنيه اكسب كاش. You want the pound get your cash. تبي بالدينار اخفض كاش. كاش كاش مع النبهان.